الآن نذهب إلى الدكتور عبد الرحمن بدرح لتقديم المداخلة الثالثة في اليوم. والدكتور عبد الرحمن من جامعة عبد الملك السعدي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في تطوان بالمغرب، وهو أستاذ تعليم عالي ويحمل دكتوراه دولة في اللغويات ودبلوم في الدراسات العليا وشهادة استكمال الدروس والإنجاز في الأدب العربي، وهو عضو ابتدأ حياته في هيئة التدريس بالدراسة العليا، وشارك في أكثر من 40 نشاطاً علمياً في التربية والتعليم والفكر الإسلامي، وألف كثيراً أيضاً الأساس المعرفي للغويات العربية، اللغة وبناء الذات، جوامع الكلم في البيان النبوي، مظاهر الأشباه والنظائر، منهج السياق في فهم النص، من قضايا النظرية اللغوية العربية، المنتقى من فصيح الألفاظ للمعاني المتداولة، الإيجاز وبلاغة الإشارة في البيان النبوي، مكانة مكة والمجاورة فيها في كتابات العلماء، وإتحاف الناظر بنفاضة الضمائر وعصارة الخواطر، وتحقيق نص كما يظهر لي أو دراسة في النص، وأيضا هناك مقالات ومشاركات في ندوات مختلفة في اتجاهات العلماء أي في الأمور التي نشر فيها كثيرا. إذا يسرني كثيرا أن أقدم الدكتور عبد الرحمن. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. موضوع هذه الكلمة هو اللغة العربية وسؤال الهوية في سياق تحقيق التنمية نحو منهج لابتعاث اللغة العربية من مصادرها. الحقيقة أنه لا يشك أحد في أن الشعوب العربية الإسلامية اجتازت حقبة طويلة من التخلف والانتكاس والتبعية للغرب، طبعت حياتها الاقتصادية والسياسية والثقافية، وجرت عليها عواقب وخيمة أثرت في حاضرها وحددت معالم بارزة في طريقها نحو صياغة مستقبلها. ولا يشك كذلك أنه ضاعت مع هذا الواقع المرير كثير من القيم الحضارية والثقافية الرفيعة، وقد تأثرت اللغة العربية نفسها بأحوال الأمة العربية الإسلامية، فأصابها ما أصاب الأمة من تراجع وتخلف وإهمال بعد أن كانت لغة العلم والتنمية والسياسة والإدارة ووعاء الفكر والثقافة والحضارة، وعدها بنوها لغة لا تساير العصر ولا تواكب التطور ولا تصلح للتعليم. وسأعالج هذه الكلمة من خلال بعض النقاط المتعلقة بسؤال الهوية والتنمية وابتعاث اللغة من مصادرها. أولاً، سؤال الهوية وعلاقتها باللغة. صدق من قال: يزخر العالم بآلاف اللغات، وكل لغة تحمل العالم في جوفها. وآلاف اللغات تعني آلاف الهويات وآلاف الخصائص والملامح التي تتكون منها الشخصية المتميزة للشعوب. وعندما نقول الهوية فإنما نعني بها الذات والشخصية والفرد وروح الجماعة والضمير الجمعي وغير ذلك من المفاهيم. علاقة الهوية باللغة علاقة جدلية تفاعلية، فليست اللغة أداة للتعبير فقط ولا وسيلة للتواصل بين الأفراد فقط، ولا شأن من شؤون التعليم والعلم والثقافة فقط، ولكنها شأن من شؤون الهوية والأمن القومي والسيادة الوطنية والاستقرار الاجتماعي والنفسي. فاللغة مؤلف رئيس من مؤلفات الهوية في كل بلد ووطن وأمة، بل الهوية مفهوم ذو دلالة لغوية واجتماعية وثقافية، يعني الإحساس بالانتماء إلى أركان الهوية الرئيسة وهي الدين والثقافة والاجتماع. أما اللغة فهي الناطق الرسمي بلسان الهوية ووسيلة إدراك العالم وتصنيف المجتمعات. ونظرا إلى خطرها وشموليتها فهي مسؤولية كل الجهات التي تكون عناصر المجتمع، مسؤولية المجامع ومؤسسات التربية وأجهزة الإعلام والمنظمات الثقافية ووجهاء الأمة وبسطاء العامة، لأن اللغة هي الهوية ذاتها وهي الأداة التي نحول بها المجتمع إلى واقع.
وثقافة الأمة كاملة في لغتها، في معجمها وصرفها وتراكيبها ونصوصها، وما من حضارة إنسانية إلا وصاحبتها اللغة، وما من صراع بشري إلا ويكمن خلفه صراع لغوي خفي. فالهوية نتاج المعاني والقيم التي يشيدها الأفراد عبر اللغة، والطابع الخاص بمجتمع من المجتمعات ناتج عن تفاعل ما يسري بداخله من خطابات لغوية مرتهنة بالمتغيرات التاريخية. ثانياً، وقد لفت الباحثون الاهتمام إلى أن الهوية أهم مكون من مكونات في كل دراسة علمية تجري حول اللغة إذا ما أريد للنظرية اللغوية أن تتطور. ولقد فشلت كثير من النزاعات الفلسفية المادية واللسانيات الصورية التي استبعدت الهوية من كل دراسة تتناول الظواهر الإنسانية بالبحث والتحليل، ولكن مع ذلك ظهرت فيما بعد مناهج لسانية تجاوزت النزعة الصورية في النظر إلى اللغة، وركز بعضها على البعد المعرفي للدرس اللغوي وانصهار المعرفة اللسانية ضمن العلوم المعرفية، وركز بعض آخر على وظيفة التواصل الاجتماعية وعلى انفتاحية النسق اللغوي. ثانياً، مسألة الهوية وعلاقتها باللغة العربية. يؤلف المتحدثون بالعربية أمة مستقلة ذات معتقدات بينة متميزة وذات ثقافة وحضارة ورقعة جغرافية واسعة، وتعد اللغة العربية مؤلفاً رئيساً من مؤلفات الهوية العربية، توحد الناطقين بها اجتماعياً وسياسياً وثقافياً. ولقد اكتسبت اللغة العربية مكانتها من السلطة الرمزية التي حظيت بها داخل نسق التراث الفكري والثقافي، وظلت كذلك بضعة قرون تراوح بين الازدهار والانحسار، وتعكس صورة الأحوال السياسية التي كانت تضطرب بين مد وجزر وصعود حضاري وهبوط ثقافي مفاجئ. ولقد وصف ابن حزم الظاهري الأندلسي المتوفى سنة 45 و600 للهجرة حالة الاهتزاز التي تتعرض لها اللغة، فقال: اللغة يسقط أكثرها ويبطر بسقوط دولة أهلها ودخول غيرهم عليهم في مساكنهم أو بنقلهم عن ديارهم واختلاطهم بغيرهم، فإنما يقيد لغة الأمة وعلومها وأخبارها قوة دولتها ونشاط أهلها وفراغهم، وأما من تلفت دولتهم وغلب عليهم عدوهم واشتغلوا بالخوف والحاجة والذل وخدمة أعدائهم فمضمون منهم موت الخواطر، وربما كان ذلك سبباً لذهاب لغتهم ونسيان أنسابهم وأخبارهم وبيود علومهم، وهذا موجود بالمشاهدة ومعلوم بالعقل. انتهى كلامه في الإحكام في أصول الأحكام. ومثل ذلك أو قريب منه قاله ابن خلدون لا داعي لتكرير أو الإكثار من النصوص. لقد كانت اللغة العربية ركناً ركيناً في بنيان الهوية، وكانت هي نفسها مؤسسة قائمة على الحضارة الإسلامية التي ضمنت لها البقاء وحافظتها من عوامل الاندثار. أما الفكر العربي المعاصر فقد طبع بالتردد بين ماض متأصل في النفوس يستلهم ويستمد منه النموذج الأمثل في مشاريع الإصلاح الاجتماعي والسياسي، وحاضر تتلمس فيه سبل أخرى ومرجعيات مذهبية مختلفة للهوية، وذلك لإعادة التركيب الذات المفككة وبناء نهضة حضارية تتراوح بين استلهام الدين واللغة في بناء الهوية المهيضة وبين اعتماد القومية والتاريخ العربي المشترك. فاضطربت عناصر إعادة تركيب الهوية، فكان منها المتحول المتغير كالانتماء إلى القومية العرقية والتاريخ المشترك، وكان منها الثابت الذي لم يختلف فيه وهو سلطة اللغة العربية بوصفها الركن الرئيس الجامع الذي يوحد الآراء والمختلفات.
أما الجهود المبذولة في معالجة إشكال أزمة اللغة العربية فإنها تعكس اليوم أننا ما زلنا نعاني قصورا في معرفتنا للغتنا، وذلك القصور راجع في نظر الباحثين إلى عدم إلمام كثيرين لدينا بالجوانب العديدة الإشكالية اللغة، حيث يقتصر تناولنا لها لهذه الإشكالية في أغلب الأحوال على الجوانب التعليمية والمصطلحية فقط، تجنبا للخوض في المناطق الحساسة المتعلقة بالدين والسياسة والأنظمة. وذلك القصور كذلك بلغتنا راجع أيضا إلى قصور العتاد المعرفي عند معظم المنظرين اللغويين العرب، وبعدما أصبحت المسألة اللغوية شركة بين أصحاب الفلسفة والعلم والتربية والإعلام والاقتصاد والتقانة. يرجع قصورنا كذلك في معرفتنا بلغتنا أيضا إلى القطيعة المعرفية التي يقيمها بعض المثقفين مع الفلسفة الحديثة في زمن أصبحت فيه الفلسفة معنية أكثر مما مضى بالمسألة اللغوية في معالجة هذه الظواهر الإنسانية. من أسباب القصور أيضا ضعف التشخيص لدائنا اللغوي، فتجد كثيرا منا يترددون في توجيه الاتهام بين اتهام المدارس واتهام المجامع واتهام الإعلام وتحميل أصحاب القرار السياسي كل المسؤولية عن تفاقم الأزمة اللغوية، ومن الناس من أدان اللغة العربية نفسها ورماها بالعجز والقصور وأنها تنطوي على أسباب التخلف. ويضاف إلى كل ما سبق من عناصر الأزمة ضعف تنمية اللغة العربية وضعف ربطها بالواقع من أجل النهوض به وتطويره، فما حققه البحث الأكاديمي في مجال البحث اللساني خاصة وفي مجال البحث المرتبط باللغة في جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية بصفة عامة، لا ينبغي لهذا البحث الأكاديمي أن يظل أبحاثا علمية نظرية مجردة، وإنما يجب استثماره في تنمية اللغة العربية وتطويرها بالاستعمال والتداول لكي تتحقق ثمرة النمو اللغوي وانخراط العربية في سلك الحياة العلمية والعملية والاقتصادية والتعليمية. ثالثاً، النقطة الثالثة سؤال الهوية وأثرها في تحقيق التنمية للبلاد العربية. لا حديث عن التنمية البشرية من غير ربطها بسؤال الهوية، ولا حديث عن الهوية من غير ربطها باللغة الوطنية، وهكذا. فسؤال الهوية سؤال في صميم الحديث عن التنمية البشرية لوجود علاقة جدلية بين نسق الهوية ومكوناته اللغوية والدينية والثقافية وبين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعد أسئلة اللغة حرجة لأنها تخص مجالات عديدة كسياسة التخطيط التربوي والتعليم والتفكير والثقافة والتواصل والاقتصاد والذاكرة والدين والتاريخ، ويحتاج تدبير شأن هذه الأسئلة وإعداد أجوبة ملائمة لها إلى رؤية شمولية واضحة متماسكة. فاللغة العربية تعد وطناً للمعرفة ومصنعاً للهوية والشخصية العربية، شأنها في ذلك شأن اللغات الطبيعية التي لها رصيد علمي وثقافي وإسهام في تنمية المعارف البشرية وانخراط في بناء القيم الإيجابية. ولا يمكن النهوض بلغة من اللغات الوطنية الطبيعية إلا ضمن ثقافة الأمة التي تتداول هذه اللغة، ولا يمكن النهوض بالعربية إلا ضمن الخلفية الثقافية للأمة العربية الإسلامية، بوصف هذه الخلفية الثقافية محورا أساسا تدور حوله التنمية. رابعا، المنظور السياسي الذي ينبغي طرحه في سياق تحقيق التنمية والأمن القومي. هذا المنظور هو أن منظومة اللغة العربية كما رأينا بما تتضمنه من قيم هي مناط الأمل في بعث نسق المعرفة العربية وإحيائها وتنميتها وربطها بالتنمية الحديثة، حتى تصبح العربية بالتعريب للعلوم والتكنولوجيا تؤدي مهمة فاعلة في النمو الحقيقي
للاقتصاد العربي، وذلك بتحويله من اقتصاد الريف المتواكل علميا الى اقتصاد اصيل ينمو نموا مستداما. صحيح ان مشروع التنميه الراهن في كثير من البلدان العربيه لا يتضمن في اولوياته تنميه اللغه العربيه واعاده الاعتبار للغه الثقافه والعقيده والتاريخ التي كان بها نهوض الامه من قبل. فالعربيه قادره برصيدها وقوتها التعبيريه والاصطلاحيه على النفاذ الى مصادر المعرفه وعلى الانخراط في عصر اعصار المعلومات الدافقه ونقلها واستيعابها من خلال برامج وبرمجيات وتوظيفها وحسن استثمارها لتوليد معرفه جديده مواكبه لمطالب العصر في نمو المعارف وانتقالها الى حيز الاستثمار والابداع. ثم انتقل بعد ذلك الى هذه المعايير التي يمكن الاستفاده منها لابتعاث اللغه من مصادرها، ومن هذه المعايير العوده الى المصادر اللغويه والادبيه والثقافيه عموما لتدبير الشأن اللغوي ولملائمة اللغة مع الواقع العالمي الحديث. ومن جملة هذه العناصر التي يمكن أن نتحدث عنها في مشروع التنمية الراهن إعادة الاعتبار إلى العربية في ظل مشروع يستهدف استئناف المشروع العربي القديم في العمل المعجمي والدلالي عامة. والمقصود هنا بالاستئناف أن نواصل ما بدأه علماء العربية من قبل ونزيد عليه، فقد أخرجوا مادة معجمية ضخمة كبيرة، حققوا فكرة المعجمي الكشاف المفتوح الكبير الذي جمع فيه علماء المعجمي كل من انتهى إليه علمهم من مفردات العربية التي استقريت في عصرها. وعلى مشروع تنمية العربية الراهن أن يواصل ما توقف عنده المعجميون، وذلك بإدراج مئات المفردات الجديدة التي يحتاج إليها التداول العلمي والتعليمي والإعلامي والاقتصادي، وتستجيب لمعايير التطور من غير أن تخل بشروط القياس التركيبي والتوليد الصرفي والصوتي. ويعني هذا العمل الاستئنافي أن اللغة العربية قادرة على مواكبة العصر بما تملكه من رصيد ومن آليات في صنع المصطلح، وقادرة على أن تنخرط في عالم التواصل الرقمي وإغناء المحتوى العربي في شبكة المعلومات، وأن تحقق مشروع المحتوى العربي الذي بدأ ينمو شيئا فشيئا. فالمقصود هنا باختصار الإفادة من المعاجم العربية التي بنيت على مادة فصيحة مما أقره القياس اللغوي واعتمادها أساسا مرجعيا للمفردات التي يحتاج، ولكن بشرط التي يحتاج إلى الاستعمال المعاصر. والغاية استعارة كلمات تدعو ظروف الخطاب والحاجات المتجددة إلى البحث عنها في المعجم لسد حاجة الدلالة. ويرد في السياق هذه الاستعارات المعجمية فائدتان كبريان. الفائدة الأولى تصحيح استعمال المتداول اليوم من الألفاظ، فالألفاظ المتداولة ينبغي أن تعرض على الوارد في المعجم من أجل التقويم والتصحيح والترشيد. الفائدة الثانية هي إحياء ألفاظ مهملة موجودة في بطون المعاجم ولكن دلالاتها متداولة اليوم، فلا بد من تحقيق هذا الوفاق. ولتحقيق هذه الغاية لا بد من تقديم هذا التصور المنهجي الذي لا يتطلب أمره تطبيقه أمرا كبيرا، وإنما يتطلب عمل فريق كبير من الباحثين ذوي العدد والعدد والاختصاصات والاهتمامات المنهجية والعلمية المختلفة من أجل إحياء المصادر اللغوية والأدبية والتاريخية والفكرية والفقهية والفلسفية التي ما زالت تصلح للتداول اليوم ولكنها مهملة في بطون المصادر. وهذه الخطوات العملية لبنات في طريق
تحقيق التنمية المعرفية في المجتمعات العربية ونشر العلم والمعرفة باللسان العربي المبين وتمكين العربية من أن تصبح أداة تداول المعلومات الحديثة في المجتمع الحديث، مجتمع المعرفة والعلوم. والسلام عليكم ورحمة الله. حياك الله يا دكتور عبد الرحمن على هذه المداخلة القيمة والتي أثيرت فيها مسائل مهمة طبعا من ناحية تجديد تعليم اللغة. وذكر الأستاذ محمد أصور أمس حول أهمية تعليم الصغار، يعني هي ليست المشكلة ليست في التعليم الجامعي، المشكلة الأساسية في تبتدئ من البداية، ويمكن أن تكون الفضائيات فعلا وسيلة مهمة وشبكات المعلومات وما إلى ذلك. إذن مسألة التعليم ينبغي أن تبتدئ بالبيت بالمنزل ثم المدارس، والمدارس الخاصة التي انتشرت انتشاراً عجيباً في مناطق الخليج طبعاً بشكل مريع ومدمر طبعاً للثقافة، يعني هي هتك للثقافة العربية أصلاً موجودة. وإذا لم تسيطر الدول بشكل صحيح على هذا، يعني خلي أقول لكم من تجاربي أنا، من تجارب وملاحظات الكثيرة من خلال تجوالي في الجامعات، الجامعات الأمريكية عموماً اللي أنا أدرس بيها وايضا ادير برامج او في زيارات عديده، ارى ان الاخوان قد اقترحوا في وزارات التعليم العالي المحليه تقليص حجم اللغه العربيه. نعم، يعني عندما اسال ادارات الجامعه من اوحى بذلك؟ الاوامر. اذا كانت الاوامر بهذه الصوره فلا توجد امه تتامر على نفسها كالامه العربيه. مشكلة. نذهب إلى المدارس الخاصة، المدارس الخاصة رقعة استخدام اللغة العربية رقعة ضيقة جدا، فيها أو لا تستخدم على الإطلاق، وهذه مشكلة أخرى. طبعا بعد ذلك كما قلت البارحة، النشء الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية للجاليات العربية بدأ يتمرد على الآباء لسبب بسيط، لأنهم يشعرون بالعار إزاء ثقافة بدأ الأمريكيون يطلعون عليها الآن لأسباب مختلفة، ويشعر العربي من أصل عربي أنه هو بنفس المستوى أيضا، لا يفهم من اللغة ولا يفهم من ثقافته ولا يفهم شيئا، فهو ضائع. ولهذا البحث عن الهوية بدأ عند هذه الأجيال الجديدة. لاحظ المشكلة، يعني حتى الذين تورطوا في تعلم اللغات الأجنبية واكتفوا بذلك وقعوا في الورطة. الآن الأبناء تمردوا عليه، الأبناء الآن بدأوا يدرسون اللغة العربية ثانية والثقافة وما إلى ذلك. لاحظ، بس هذه تجارب صغيرة ينبغي أن لا تقنعنا بأن إذن لابد المستقبل إذن يبشر بخير. كلام، المستقبل لا يبشر بخير إن لم تكن قادرا على قيادة هذا المستقبل وتوجيهه. هذا الكلام. إذن الكلام الذي أثير اليوم بصدد اللغة العربية بصدد المعجمية، عندي إشارة واحدة، المعجم يا جماعة ليس مجرد مفردات وتوليد من الأصل الثلاثي وما إلى ذلك. المعجم هو الأمة، أمة أمة، يعني هو المجتمع في حالة نمو. هاي المعاجم، تاريخ المعاجم باللغة العربية، من تذهب أنت وتتأمل تفهم أنه كانت الأمة تنمو، ولهذا معاجم متخصصة في شتى الاختصاصات تستغرب، أمة نشيطة لا توجد طباعة ولا بطيخ، كانت هذه تجد معاجم عظيمة من عدة مجلدات يقوم به شخص واحد. ونحن نتحدث على مر العصور ومعاجم يعني مختلفة بدأت من منتصف القرن التاسع فصاعدا، قبلها معاجم صغيرة كانت متخصصة بشكل ضيق جدا، يعني مثل كتب الخيل، كتب الكذا، كتب الحيوان، كتب النظارة وما إلى ذلك. بعد ذلك أصبحت واسعة جدا، أمة في حالة نمو كانت ونمو صحيح. إذن هذه المسائل كيفية استخدامها وكيفية إحيائها طبعا هذه مهمة، مناظرة بناس مؤسسات علمية وبأفراد، والأفراد ترى إحنا مرات نضع اللائمة أيضا على المؤسسات والوزارات والإدارات، لا الأفراد، إذا كان الفرد وعدد من الأفراد نشطاء يمكن أن ينقادوا إلى خدمة اللغة والثقافة خدمة صحيحة كما يخدموا أنفسهم وبيوتهم، يعني فقط بس، لأن النتيجة الأولاد يحتاجوا منك هذا الجهد.
فانت خدمه لنفسك ايضا يا اخي. على اي حال نرجع الى عندنا قليل من الوقت ونبتدي ارجو ذكر الاسماء. اذا ذكر الاسماء تفضلي السيده الفاضله ثم الدكتور هنا ثم الدكتور هنا ثم الدكتور هنا. اذا لحد الان هذه عندنا اسماء اخرى نرجع اذا في اضافه.